من المخجل أن تختفون اليوم وراء ما تقومون به. والآن المغرب انطلق، خلاص انطلق، مثل بالضبط تركيا في أوروبا انطلقت، أن الطرف المباشر للمغرب هو الجزائر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حقها أن عندها خريطة للمناطق التي تشتغل فيها، خريطتها عليها المغرب مع أقاليمها الجنوبية، يقوم وزير سيادة حكومة هذا ويقول لها أنت في الجزائر ونحن لا نتفق. طبعا إذا كنت كما تقول إنك محايد أو إنك تدخل بطرق إنسانية وإن لا علاقتك بقضية، فكيف تحاسب الناس والدول على مواقفهم من هذه القضية؟ نحن سنقول أن هذه القضية هي أزمة، والأزمة يعني أنها فيها خلاف واختلاف. طيب أترك الناس الذين هم يشاطرون المغاربة رأيهم ونظرتهم، أعطوهم حقهم كما أنكم أنتم معكم من يدعمكم، وأتيتم بولد ماندلا باش يقول الكلام الفارغ، وأتيتم بكذا وأتيتم بكذا، فكيف تتدخلون لإسبانيا؟ لأن بمجرد أنها قالت أن الاقتراح المغربي جدي تستدعون السفير وتريدون قطع العلاقات، وتقولون لشركة سعودية على أرضكم جاية لكي تستثمر تقولون لها يجب أن تغيري هذه الراية، وكأنهم يتحدثون. واليوم طلعت معايا جزائرية في واحد هكذا اللايف وحولوه لي لهذه المشاكل، قالت لي هم يمسوا من سيادة الجزائر، وقبل ذلك بشوي قالت لي نحن لا نتدخل، نحن ندخل في الأمور الإنسانية. قلت أنت فضحتي نفسك، أنت ربطتي الصحراء بسيادة الجزائر، ربطتي قضية الصحراء بسيادة الجزائر. إذا اتركوا عنكم هذه المشاكل وخرجوا رجال للقضية، كما فعل رأس هذه القضية المرحوم بومدين، خرج قولوا نحن ما راضينش بهذا الشيء اللي عند المغاربة، ونحن كنساعد البوليزاريو بالسلاح وكذا وكذا وكذا، وبسم الله وسيروا هما المغاربة قدامكم، تفاهموا معاهم، وجدوا معاهم طريق اتباع أو تحاربوا معهم. المهم من المخجل أن تختفون اليوم وراء ما تقومون به، هذا هو المخجل يعني، لأن أصلا الحل للمشكل ودواء المريض يبدأ بالتشخيص الحقيقي، والتشخيص الحقيقي أن الطرف المباشر للمغرب هو الجزائر. وأقول بالحرف الواحد حسب هذه الأحداث الأخيرة يعني المقز عزيزة كيسينيا لي وقيلة اللايف، الله يعطيكم الستر، وقيلة كيتسينيا اللايف حيث كيتقطع الصوت. وأقول بالحرف الواحد أن وصلنا إلى مرحلة الهستيريا والفوبيا مع الأسف الشديد، وهذا في الحقيقة أقول باقتناع وليس لأني في لايف مغربي أو في هذا، وأنا أحاول أقول دائما أن يجب أيضا إنصاف الناس والحديث معهم وردهم إلى الطريق الصحيح. أن سبحان الله أقول لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حسب رأيي في هذه القضية التي تتابعها من 75، كلما رأينا أن فيه مكروه يقع للمغرب يخرج المغرب منه في الأخير منتصرا، ورأيتم آخر شيء، ورانا أقول لكم أنه قضية كبيرة، أن ضم المساحة في القلقلات بين المغرب وموريتانيا كان انتصارا أنهى القضية. وشكرا. شكرا سي أبي طالب. تحية أبي طالب. شكرا جزيلا. نغتنم الفرصة قبل ما يمشي، عندنا لقاء أبي طالب مع يعني ذاكرة مغربية، يعني ذاكرة في التاريخ المغربي. نتمنى تكون كنتي شفتي اللايف اللي فات ديال السي العكاوي اللي كان معنا من مدينة بركان. تمنيت لو أنك تشرفنا بالحضور ديالك معاه، أنا يلا طاحت لي هذه الفكرة هذه لمناقشة قضية البوليزاريو، لأنك تمثل الشق الموريتاني، وهو كان من الناس اللي حملوا السلاح وزودوا الناس اللي كانوا يقاتلوا الإسبان في الصحراء المغربية. أنا من هنا توجه لك الدعوة، يعني نبقى أنا وياك على تواصل، يعني اليوم
اليوم في العشية أو غدا إن شاء الله، باقي ما حددتش معاه. لنا كل الشرف أنك تكون معنا إن شاء الله السي أبي بكل طالب، سرور بكل سرور بارك بكل الله سرور فيك. أنا بكل سرور نتواصل معك في البريفي إن شاء الله، والله يا الله. وجزاك الله بخير. انا بغيت نعطيك سؤال سي ابي طالب، لان فايت تبعتك في اللايف عند الاخوه وكنشكرك بكل صراحه. ونتمنى ديروا ابوني لسي ابي طالب، ديروا ابوني عند ابي طالب عفاكم انا واللايف ديالو كنقولها كاع الدعم اللي دخل ان شاء الله. عندي السؤال اللي بغيت نطرح عليك كجانب محايد. واش ما كتلاحظش في المغاربه، انا كنلاحظها انا شخصيا في الاخوه المغاربه في مناقشه المواضيع، اولا المغربي ما عندوش مشكل مع الجزائري، ما عندناش مشكل مع الجزائري، وعمر شي مغربي ما حاول يمشي يدخل في قضايا ديال الجزائر. اسمحوا لي غتسمحوا لي لان مع الخدمه ضروري نجاوب. ديمي ماورا ديمي ديمي اوكي تشاو تشاو تشاو. إذا كان أنا ما كايناش الأخت فاتحة. السلام عليكم إخوان. الأستاذ أبي طالب هو الكلام اللي قلت، المداخلة كانت قيمة وكلام سليم، يعني حتى شي إنسان وحتى شي مغربي ما كيرفضه، إلا أننا كنشوفوه من شق آخر هو الشق الإعلامي. ربما كانوا مجموعة تاع الإخوان العرب أو الجيل الجديد ما كانش عارف القضايا اللي كدير هذا الخلاف ما بين المغاربة والجزائريين، ولا أخلاق الجزائريين والنظام الجزائري ضد المغرب. كانت هذه النقاشات أو الدخول في هذا الصراع من طرف واحد هو صراع الذي تبنى الجزائر، المغاربة بجوابهم يعني بحال خرجنا واحد الأسلوب اللي كتنتهج الجزائر ضد المغرب من الناحية الإعلامية، لأن هناك تجيش إعلامي كبير للشعب الجزائري لكرع المغرب. إذن الدور ديالنا احنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انا خصنا نتصداو للمغالطات ونكونوا حاضرين وما نخليوش المكان فارغ باش انهم يحاولوا يدخلوا في نقاشات مع بعض المغاربه اللي ربما ماشي ملمين بالقضيه ولا ما عارفينش القضيه 100%. خص ضروري ما يكون عندنا امثال ياسير، امثال الاخت فاتحه، امثال كارمين، امثال مجموعه تاع المغاربه اللي كيتصداو لهذا الهجوم نتاع الطابور الخامس اللي حاطينو الجنرالات. انا كنشوف ان المستهدف الوحيد من هاد الحرب الاعلاميه هو العقل الجزائري. هما كيستعملونا حنا باش هما يعني الانسان الجزائري ما يفهمش الوضعيه الصحيحه، واعطينهم معلومات مغلوطه واعطينهم اسئله اللي كتكون على المقاس ودائما ما كتناولوها فاش كيبغيو وكتسمح لهم الفرصه في اللايفات ديالنا. يعني هادشي ماشي حنا باغيين ندخلوا فيه، نحن مجبرون على الدخول في هذه النقاشات. أنا سألت الكلمة ديالي السي أبي طالب، ربما غير كانت واحدة. نعم كنت أنتظر فقط تكمل الفاتحة سؤالها. نكمل أنا تقريبا غادي في نفس الاتجاه، ودابا نعطيك كارمين باش إلا نخليو لك الكلمة أنت تجاوبنا، إلا كنتي ما مشغولش، إلا زعما كان بالإمكان ديالك تبقى معنا. أنا قلت اش كنشوف حنا المغاربة كندخلوا كنجاوبوا دفاعا على بلادنا، في الوقت اللي أنا ملي كنفكر فين أدى المغرب الجزائر ما لقيتوش. فين أدى المغربي الجزائري ما لقيتوش. إلا جيت أنا فاتحة نفكر شكون اللي كيحارب المغرب نظاما وشعبا، الجزائر كتحارب المغرب بدون سبب. لأن ملي كتشوف الجزائري كتهضر لي على مشكل ديال الصحراء كيدور تيعيك ويقول لك ماشي شغلي، ملي كيقول لك ماشي شغلي كتقول له علاش مالك معايا، كيقول لك لا حق حرب الرمال. ملي كتجي انا مشيت نقلب على حرب الرمال لقيت راه الخيانه جات من عند الجزائر. ملي كتقول له ودي الخيانه جات من عندك كيقول لك الامير عبد القادر. جيت نقلب على الامير عبد القادر لقيت الخيانه جات من الجزائر. جيت الاستقلال لقيت الخيانه جات من الجزائر. واش الجزائري في حد ذاته مستعمل كما قال عبد الخالق لدرجه انه تابع واحد الهويه، واحد غادي في واحد الهويه اللي واحد جرو فيها وكيستعملني انا كيستعملني سبب باش يسد عينيه؟ واش ماشي من الافضل ينصح المغربي نفسه والمغربي رغم ان خصنا ندافعوا، خصنا نمشيو في الاتجاه تاع حنا باش نعرفوا بان حنا راه ماشي حنا العدو ديال الجزائري. الجزائري عنده عدو داخلي منذ محاوله استقلاله وهو عنده عدو اسمه نظام. واش ماشي من الافضل هاد الاخوه الجزائريين ما يحاولوش يراجعوا نفوسهم، والمغاربه ما يبقاوش يناقشوا معاهم المغرب،
انا الجزائري بغى يدخل عندي ما يناقش معايا الصحراء، ما يناقش معايا الريف، ما يناقش معايا سبته ومليليا، ما يناقش معايا الامه الملكيه. الا الجزائري بغى يناقش معايا يناقش معايا مثلا طرد 350 مواطن مغربي يوم العيد، يناقش معايا لماذا علاش بومديان تخلى على المعاهده اللي وقعها الحسن الثاني، علاش ملي تحررت الجزائر. هاد المسائل بغيت نناقشها مع الجزائري بلا ما يمشي ليا الموضوع ديال الصحراء والصحراويين، لان 50 عام ما عندهمش فكره على هادشي اللي كتقولي. هما مقررين ولكن خاص يعرفوها هم. لا والله العظيم اللي داير لهم بروغرام بانك الصحراء وصافي، اما شي يجهلون تاريخه. ولكن كارمي المشكل هو ملي كيدخلوا عندنا في اللايفات حنا كنطيحوا في الفخ، كنبداو نهضروا على الملك والشعب وعلاش كنبوسوا اليد. هذا هو الخطا ديالنا حنا، هذا هو اللي بغيت نشوف، هو الملاحظه ديالو والنصيحه ديالو. تفضل اخي ابي طالب، الا بغيتي تسولي على شي حاجه ونخليو ليه المجال. إذا كان غير تفتح المجال الاخ ماشي واحد دخلت، ولا غنزيد واحد السؤال اخر. واش ما كتشوفش أبي طالب، هو أنه من الأحسن وكنفتحوا واحد النقاش مع هاد الإخوة الجزائريين أصلا على الهوية، لأنه ولاو كي في هذه المنطقة تاع شمال إفريقيا كيتوهم لهم أنهم هم الأسبق، هما اللي قادرين أنهم يعطيوا الصحراء لمن أرادوا والريف لمن أرادوا ويديروا هذاك المعادلة ديالهم. نحبذ أننا ندخلوا شوية في الهوية وتحديد هذا الإنسان الجزائري اللي جا دابا كيمارس واحد السلطة فكرية على مغربي اللي عنده واحد العراقة واحد الأصالة واحد الإمبراطورية اللي عندها واحد المد في التاريخ. ولهذا دابا كنشوف أن الإنسان يتطول من لا شيء فقط بيطرح أسئلة بدون إجابات ولا شيء. نعم إخوة الكرام، لم أقول أن المغاربة لا يجب أن، لأن بعد سياسة ما يسمى بالمقعد الخالي هي سياسة يعني فاشلة، ولذلك على المغاربة أن يملأوا المساحات بالدفاع عن قضيتهم بالتعريف يعني تاريخهم وهذا الشيء. إلا أنه كما قلت أنه أي حوار ولا أي نقاش يأخذ منحى السب والشتم فهو يفقد مصداقيته، وهذا ما يريدونهم. لأنكم إخوة الكرام هناك فن المنازلة وهناك فن المضاضرة. ما معنى ذلك؟ وبيننا معركة. لن أقبل أبدا أن أنزل إلى الساحة التي أنت اخترت. هذه من استراتيجية العسكرية، بل أنا من سيجرك إلى المساحة التي أريد. وانتبهوا جيدا، هم فيهم بعض ما خاصة أهل البوليزاريو فيهم بعض الناس من هذا القبيل، عندما تدخل معهم لا يتركك تتكلم، يبدأوا يسألوك لماذا؟ لأنهم يريدون أن يجروك إلى مساحة عندهم تدربوا عليها، وأغاني عندهم مغلوطة وجزئيات تدربوا عليها، وتبقى أنت ساكت ويقول لك متى كذا حتى يبين المستمع أن لا علم لك ويأتوك إلى. أنت لا تقبل ذلك. أنا أقول الخطة هي التي أطبق كالتالي اليوم باللايفات التي أعرف أنها ليست على المستوى والتي فعلا الحوار لا يصح بها، أنصت إليها، أخذ الجزئيات والمغالطات التي أتوا بها وأسجلها وأفتح أنا لايف وأبدأ أدمرها واحدة تلو الأخرى بالأدلة والبراهين ويعني والحجج يعني بما لا يمكن أن تتصور. وحتى أنني في بعض الأحيان أقوم بتسجيل لايفاتهم. أنا أعطيك مثال، أنني اليوم على حسابي نشرت لايف مسجل يهاجم فيه جزائري معروف اسمه نوري، يهاجم فيه كبيرهم الذي علمهم السحر الكبير الموريتاني، يهاجم فيه فقط لأن هناك موريتاني تجرع وأخذ رأيت أخذ خريطة فيها المرابطين، وهذه الخريطة خذت شوي من جزء جزائري وبغى يجن نوري، وقال له والله نلقى هاد الموريطاني نحفس له على راسه وكيغوت. وانا تنقول لي اذا كنت انت كتصرف بحال هكا كي غيديروا المغاربه اللي باغيين تقسموا نص ارضهم. هو فقط نشر لأقول لك كيف انهم غير. ولكن انا بالنسبه الذي اريد ان اقول وانصح به، لا تمشوا الى ميدانهم. المغاربة كما قالت الأخت أعرفهم كما قلت بدأت بهذا الكلام معرف المغربي
ليس شخصا عدائيا. اذهب إلى العالم كله، أنا زرت أوروبا وقرأت فيها وكذا وكذا، المغربي هو الإنسان المتفتح الصديق للتركي والجزائري والموريتاني وكل شيء. لن تأتي إلى مكان في أوروبا أول شيء تجد لا 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 يعني لا مبيت ليلة لك، ستجد مسجد المغاربة. أقول لك هكذا واحد من سيدي المغاربة، هذا هو المغربي الحقيقي. أرض إشعاع وأرض حضارة وأرض هذا كان. أقسم لكم بالله أنني بالأمس كنت دائما أفطر في البيت قبل أن أمشي الخدمة، ودرت ميديئة، وصادفني الله مع كلمة لرئيس الوزراء السي أخنوش. أنا قلت سبحان الله لو أن المغاربة تعلموا منه، عرفتي خمسة الجمل، وهو أنا أعرف أنه جواب للمغاربة، عرفتي هضرهم على الصناعة، المرحلة اللي وصلت لصناعة السيارات في المغرب، المرحلة اللي وصلت لصناعة الطائرات في المغرب، مشاريع يعني شو نقول كونية. فقلت هذا هو الجواب على كلامهم، هذا هو الجواب على الشتم. وهذا المغرب أقول لكم، وأنا أتابع ذلك جيدا لأنني أشتغل في هذا الميدان في موريتانيا وأشتغل مع الممولين الدوليين. أقول لكم مثلا أنني مثلا أشتغل مع الممولين الدوليين مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي وكذا. إذن هم لما يأتون نتحدث عن ماذا يجري في المنطقة، أقسم بالله يقولون لنا هذا الكلام، يقولون لنا أنتم شوفوا المغاربة، المغاربة كل التمويلات التي نعطوهم يمتصوها في الحين ويقول لنا هل من مزيد، وأنتم الأموال التي نعطيكم لم تستطيعوا حتى الآن أن تستعملوا منها 18%. وهذا من يبين أن فعلا المغرب يعني كما قلت إلى ديكولي، يعني هي طائرة ولا بدالها من مدراج ولا بدالها من كذا ولا بدالها من باش تطير. المغرب أقول هو تلك الطائرة التي يعني توفرت فيها جميع الشروط، والآن المغرب انطلق، خلاص انطلق مثل بالضبط تركيا في أوروبا انطلقت وبدأت تهيمن على بعض الميادين مثلا طائرات الدرون. تركيا خلاص الطاقة المتجددة يعني تركيا خلاص يعني هيمنت على أوروبا، وأقول أن المغرب كذلك خلاص في ميادين هيمن بها على إفريقيا. وهذا ما يزعج الأوروبيين والفرنسيين اليوم الذين يقومون بهذه القرارات ويدينوا المغرب هنا ويفعلون هذا، هذا لا يهم لا يهم. وفي المقابل أقول سياسيا أن أقسم بالله وأقول هذا للإخوة الجزائريين أن الحكومة ترتكب في كل خطوة أخطاء لا تغتفر في السياسة وخطيرة في المنطقة. اللقاء الذي قام به فخامة الرئيس عبد المجيد تبون مع لفيغارو وقال إن قطع العلاقة كان سببه حربا وشيكا، أنت عندما تكون رئيس جمهورية وتقول هذا الكلام أنت ماذا تعتقد؟ أنت أمامك دولة، انظر إلى الإجابة. تعرف ما هي الإجابة؟ الإجابة أن إسرائيل أجابت أن صواريخ باراك ستصل المغرب في الأيام التالية، وبايدن أول أمس يعطي الإذن لوضع اسمه القاعدة الأمريكية، قاعدة عسكرية عسكرية في المغرب. طبعا أنت ماذا تنتظر؟ هذا البلد عنده مصالح عظمى مع الدول الكبرى ويدخل فرنسا أو غير إضافة سي أبي طالب، وفرنسا يعني ماكرون كيخرج كيقول بأنه هو اللي كان واقف عدم قيام حرب ما بين المغرب والجزائر من بعد لقاء ديال تبون مع لوفيغارو، غير باش تشوف الغريب في الأمر. نو شفت هذا، نحن أنا قلت نحن هنا أيضا في موريتانيا مستغربون، معناها أننا نحن كنا على وشك حرب. أتعرفون يا إخوة الكرام ما معنى حرب؟ معناها تدمير منطقتنا، لأن عندما تكون حرب معناها يدخل الولاءات. وهذا الذي ترى الدول العربية أنه العالم ينفصل، هناك روسيا تتصدر مع الصين كوريا الشمالية وإيران حلف، وخلاص يعني أننا سنصبح نحن حطبهم وميادينهم ليقتتلوا في أراضينا وفي مناطقنا. إذن هذا من قلة المسؤولية يعني في المنطقة، وهذا من تهديد الشعوب في المنطقة. يجب الشعوب ويجب علينا نحن في التيك توك ونحن كمواطنين أنا وأنت وذاك هم اللي نكون الشعب، والشعب عنده نخبة
وهذه هنا هي النخبة التي تأخذ بعين الاعتبار هذا. مواقع التواصل الاجتماعي أقول الدراسات اليوم 80% من شباب المنطقة وهو المكون الأكبر لدول العالم الثالث تأخذ اليوم معلوماتها من المواقع التواصل الاجتماعي.